سنابل خير تجمعنا، والله الحافظ يحمينا، والقلب يفيض بنا فرحا وبكل أمان يروينا. مع الأيتام لنا قصص تسمو ترقى وتغذينا، فحاضر ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء شيء حي، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. الحمد لله، اليوم تم افتتاح بئر ماء صدقة جارية من عروة يوسف ديما علي مرام، نوع البئر الاحتوازي بإشراف طراح متناول الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض الكوثر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البئر في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يبارك في أولادهم وذريتهم ومالهم وأهلهم وفي كل خير. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.